أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا بارك على جو كلمات طيبات پڑھیں لا ختم شی پڑھا گیا یا لکھو اور چار کو فرق سفارے سورہ یاسین سورہ ملک. یا اللہ جو ورد و وظائف کیتا گیا جو حاضری تام سمرات پیش کیتے گئے یا اللہ سب کو تیری پاک بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول تو منظور. آمین. یا اللہ اس کا صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ہدیتن تحفتن نذرتن عقیدتن محبتن یا اللہ پیش کرنے قبول تو منظور. آمین. یا اللہ اس کا صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی والدین کریمین ازواج مطہرات آل اولاد صحابہ کرام صحابی تابعی تبع تابعین كل فارا شديدين أيما إكرام محدثين مفسرين كتب أبدال يرون يلا إسر الصواب كن يقبل تمرزوك. آمين. يا الله إسر الصواب آدم عليه السلام سيدي كان عايز جدنا بي يعني إيمان يلا إسر يا قوم كل فضلك ما شكينا سب يرون يلا ده فضل إسر الصواب كن يقبل تمرزوك. آمين. يا الله إسر الصواب حاس بالخصوص يا الله دي سني يا رب جينا مطرما مرما مطلع يرون يلا إسر الصواب كن يقبل تمرزوك. آمين. يا الله إسر الصواب إنك فادات يا الله دوسي يوم شينا يلون كي يرون يلا إسر كن يلا قبول تمرزوك. آمين. يا الله جنة الفردوس يا عرفا مقام نصيب فرما. آمين. اللہ بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت نصیب فرمائی. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ نال یا اللہ انہاں دے اس دنیا دے لائق جتنے بھی حقوق اللہ حقوق العباد فرض واجبات مستحبات سنن نے عمل در صاحب نے غلطی کو بیان یا اپنے حبیب نے سیرت معاف فرما دے فرما دے بخش معاف فرما. یا اللہ اس کو دوستاں وچ جتنے لوگ مدفون ہیں یا اللہ سب یہ انہاں نوں سرے صاف کرنے لات بول دے منظور فرما. یا اللہ حاضر مجلس میں سے جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب والدین رفقاء دوست احباب تعلق دار عالم دنیا کو تو پردہ فرما چکے ہیں سب یہ انہاں نے اللہ سرے صاف کرنے لات بول دے. آمین. یا اللہ ہمارے سیام دل سے پیار کرنے سب کی کامل بخشش مغفرت فرما. آمین. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہماری نمازوں کو نماز تراوی کو یا اللہ روزوں کو اپنی بارگاہ کو بہت منظور. آمین. یا جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں یا اللہ اسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر پردوں کے اندر یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما. آمین. یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نو مت مسلمانی تیار فرما. یا اللہ اس اس بار بھی اپنی رحمت عطا بنت منظور. آمین. شر شیطان کو ظالمات کو خاصتا کو خاصتا کو منافقت کے محفوظ. آمین. یا اللہ تمام امت مسلمہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو پنجہ استغفار سے نجات دے. یا اللہ ملک کے فلسطین کی اللہ خیر فرما. آمین. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. سمینا و عطانا غفرانك ربنا و الیک المصیر. صلی اللہ تعالی علی خلقه محمد و علی آله و صحابہ اجمعین. ماشاءاللہ جی.